يا صباح الخير. قدر الله وما شاء فعل. هون على نفسك دائما بهذه الجملة: لقد فعلت ما توجب عليك فعله، وما شاء الله أن يكون قد كان. فرض عن نفسك وارضها لتستطيع الاستمرار والتحمل. ولا تنسى أن لنفسك عليك حق. حاول أن تهون على نفسك ثقل الأيام، وأرح عقلك وقلبك بالرضا، واعلم أن مهما حدث سيرضيك الله ويجبر خاطرك، وليس بالذي تستحقه بل بالذي يراه مناسبا لك. وما يريده الله لك دائما أفضل وأجمل مما تريده أنت لنفسك. عامل الحياة بمشاعر أبسط من ذلك، هونوها تهون. وهذه ليست مجرد نصيحة بل تجربة. الحزن والهم أصبح منتشر أكثر، وهذا يعود للتعامل مع الدنيا على أنها دار القرار والبقاء الأبدي، وما نحن إلا على سفر فيها نرضي الله ونتمتع بما أحله، ونعلم بأن كل شيء زائل، وسنرى والله السعادة والهناء.